تطور جديد شهدته وقاية مشاجرة الفنانة رادا عادل مع جارتها داخل بنك شهير بكومباوند سكني بمدينة السادس من أكتوبر محل سكنهم، والتي وصلت إلى قسم الشرطة ربة المنزل التي اتهمت الفنانة غادة عادل بالسب والقذف. طلبت من جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة بالبنك محل الواقعة، وتقدمت بشكوى إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر مطالبة بإزالة سور فيلا الفنانة محل الخلاف بينهم. جهاز المدينة استجاب للشكوى وأصدر قرار بإزالة سور مسكن الفنانة غادة عادل كونه مبني بالمخالفة للقانون. كانت ربة منزل قد حررت محضر أمس بديوان عام محافظة 6 أكتوبر ضد الفنانة غادة عادل، متهمة إياها بالتعدي عليها، وقالت إنها جارتها في الكومباوند محل الواقعة ولا توجد بينهم أي خلافات سابقة. ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية عقب العرض عليه بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق. استلبت مبدئيا تحريات الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة.